هارلي ديلي هي قناة لطفل صغير يلعب ألعاب، ولكن مع الأيام تتحول القناة لقناة غامضة كلها مشاكل. بعد ما صار المحتوى مختلف وصار هارلي يطلع بنفسه ويتكلم عن المشاكل اللي تشير بينه وبين أهله ويعبر فيها عن إحباطه الكبير. نزل هارلي فيديو بعنوان أنا خائف، واللي فيه بيحكي هارلي عن مشاجرة بينه وبين أمه، واللي اتطورت أنه أمه أغلقت الباب بوجهه برا البيت وتركته بدون أكل بجو بارد جدا. Probably one of my worst days of my life. My mom wanted me to go with her to go get a friend, and I said, I don't want to. I have work to do, so I want to go home and stay. She said, no. We argued for about a good 5 minutes. She said, who do you think that first call was to? And she said it was the police, but I knew it wasn't. So she lied to me to get me scared, and she locked me out of the house. So right now, I'm outside. Yep, the house is locked. It is 3:30. I haven't ate anything. My mom's gone. She won't answer the phone. وفي أحد المقاطع نسمع صوت الأب وهو يصرخ على ابنه اللي عمره 4 سنوات. يعني الأبوين كانوا ظالمين. وفي صباح بارد هارلي كان يعاني بألم في معدته وما كان قادر يروح للمدرسة، ولكن الأم خليته يروح بالغصب. مر 4 ساعات والمفروض هارلي يرجع للبيت، ولكنه ما يرجع. أيام وأيام وأسابيع وأسابيع ويوصلهم خبر العثور على هارلي أو جثة هارلي اللي موجودة في بيت خالي يستعمل في العطل الصيفية بين 4 جدران بالمدخل. هارلي كان بردان فحاول يدخل البيت لحتى يتدفى. بعد ما شاف إنه البيت ما في أي أحد حاول يدخل من المدخنة فعلق فيها واختنق ومات. مشكلة إنه الأهل ما بلغوا الشرطة إلا بعد يوم كامل، رغم إنه الجو كان كتير بارد وبينهم مختفي أكثر من 10 ساعات. وبالنهاية لا تنسوا اللايك والسبسكرايب.